بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، لا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Ah!
الصدى عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله.